والآن تحول في نشرة التاسعة إلى توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة. ليلى، من جديد إليك. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس للغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 25، الإسكندرية 30-24، مطروح 30-23، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 34-23، ننتقل للسويس 33-24، العريش 31-24، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 37-29. أما في الأقصر فالعظمى 39، الصغرى 27، أسوان 41-27، الوادي الجديد 39-26، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب 35-29. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.